كابتن سمير، انت حضرتك خلال الفترة اللي فاتت أولا تعرضت لهجوم شديد جدا بسبب عملك في قناة النادي الأهلي قبل أن تكون رئيسا للجنة الحكام. مظبوط. ف إيه الموضوع؟ والله يعني انا شرفت طبعا لما كابتن ثروت سليم بشكره طبعا اختارني ان ابقى رئيس لجنه الحكام في وقت صعب جدا. ايوه وقال لي انا بتحدى بيك في وقت صعب وعارف انك هتنجح ان شاء الله. اشتغلت جامد، اشتغلت مثلا انا قعدت حوالي 20 يوم. ايوه اشتغلت، عملت حاجات انا وكابتن وجيه احمد ودكتور عزب بصراحه حاجات مهمه جدا، وساعدنا فيها دكتور ثروت سليم. اهمها ان احنا زودنا في كل الحاجه يا كابتن، بس انا عايز اعرف يعني انت تعرضت لهجوم شديد جدا جدا جدا. والله بص انا تعرضت للاسف، يعني ايه، انا في بعض الناس كنت واخدهم معايا وانا كنت دي عاوز اقولها في الاخر، بس من بعض الناس اللي انا كنت فاكرهم يعني اصدقاء ظهري. واحد مثلا انا متربي معاه من زمان، حكم دولي سابق، والده حكم برضو كان دولي سابق، مش هقدر اقول اسمه يعني خلاص. انا لا بالنسبه لي ليه؟ لا 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 انا بالنسبه لي ده خلاص. لا قول لنا ليه. لا 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 انا ده فعلا مش هقدر اقول اسمه خلاص. ده خلاص بلوك بالنسبه لي في كل حاجه، لان لقيته بيبلغ حاجات غلط لمذيع اسمه خالد الغندور، وخالد ده يطلع يتكلم كلام غلط عليا، لدرجه ان في حاجات اللي بتتقال انا بقيت ابعتها كده بجس نبض الاقيها بتتقال برضو عند المذيع ده. فاهم ازاي؟ يعني ابتديت اديله مثلا، مش هقول مثلا طعم، مثلا لقيته بيقولها يروح المذيع ده اللي انا قلت يعني اسمه. يعني انت كنت عامل له فخ. ولقيته بيقولها ويبلغ واحد، وتلاقي الواحده بيقول لي ده هيطلع دلوقتي المذيع اللي اسمه خالد ده هيقولها، وتلاقيه برضه يعني بيقولها. خلينا نتكلم معلش، فهجوم كتير. فانت كابتن عارف خالد الغندور برضه، عشان لا ما انا تبقاش مش بالنسبه لي كابتن خالص، يعني انا المسؤول، لان هو هاجم هجوم مش محترف، يعني انا عارف امكانياته يعني. فانا ما كنتش عاوز ابتدي كده، ما يفرقش معايا خالص يعني. فلقيت ده اما تجي لك مثلا واحد زي اللي انا بقول لك عليه ده بيتكلم كده باسلوب مش كويس، فخلاص ما تفرقش. بالرغم تقصد كابتن خالد اللي كان بيبلغ خالد، يعني هما الاثنين مستوى واحد يعني. فبالرغم ان الناس حذروني منه ان ما جابوش معايا في اللجنه، وانا كنت بتحدى بيه الناس لا هجيبه، يعني معظم الحكام قالوا لي ما تجيبش فلان ده معاك، لا ده مش بيبقى امين، ومع ذلك تحديت. لقيته فده بقى كان بيبلغ اخبارك، يعني بيبلغ اخبار لجنه، اخبار اللجنه، اخبار اللجنه، من ضمنهم مثلا ماتش كان ماسك فيه ماتش مثلا بتاع الزمالك، والزمالك كان بيعرف فرقه الزمالك مع المقاصه، في مساعد اسمه سمير جمال مثلا كان مساعد حكم، فلقيت صحفي بيقول لي ده فلان ده الحكم اللي انت كنت عاوز تجيبه، اللي انت كنت تاخده معاك عضو باللجنه، بيقول عليه كذا كذا، انه ده مثلا طالع قبل كده كان بيحب مثلا نادي معين، نادي الاهلي او نادي زمان، فتقول لا يمكن يقول كده. راح كلمه بعد كده قال له طب شوف خالد غندور هيقول ايه، راح طلع خالد قالها. يعني حاجات، بص الناس دي بالنسبه لي يعني ما ياثروش معايا خالص، يعني ان انا هم في حته تانية خالص يعني. فلقيت بقى اللي انت بتقول لي عليها حته القنوات، كل الناس حللوا في قنوات، وانا ما كنت باجي هنا عندك في قناه النادي كنت الاهلي تقول اللي انت شايفه بالظبط، وفي كور كتيره جدا يعني. انا كنت بحلل حالات تحكيميه، مش بحلل لصالح فرقه او فريق اخر يعني. فدي مرحله عرفت طبعا الناس، عرفت الناس الكويس، عرفت الناس اللي مش كويسين، اللي انا خلاص ده بالنسبه لي انتهى بالنسبه لي يعني خلاص، وهو اللي خسران على فكره، وقلت لي سامع دلوقتي وزعلان قوي. فدي مرحله يعني. بس اللي الواحد كان مستغرب بيها كابتن اسلام ان الناس كتير حذروني منه، وانا قلت لا هاخده، اللي هو الحكم، اللي هو الحكم للاسف ده. للاسف وحكم دولي معتزل. عارف نفسه بلاي سامع. طبعا فبالنسبه لي وخلاص ولا حاجه، موضوعه وانتهى يعني، لان عارف اللي جاي افضل. طب هو ده كان ليه دور في ان حضرتك ما تكملش ده؟ اكيد. ممكن طب ممكن تشرح لنا الاول